عجبتنا الرحلة فهمت الله ورتاح محور ممتازة كما ينبغي فهمتني، ما لقيناش فهمت الله معناتها تعب فيها، ما لقيناش فهمت لقينا راحتنا بصراحة. وعامل رحلة في مرساي تونس، والله الرحلة هذه عجبتني بالرغم حتى ولو الباخرة فهمت الله صغيرة عجبتني الرحلة فهمتني، مش حكاية باخرة هي ولا كبر باخرة ولا كذا، الإنسان في راحة النفسية متاعها يبدأ الإنسان مرتاح بصراحة فهمت الله، حاجة مشرفة ياسر. والحمد لله يا ربي حتى في الفايس غادي قاعدين نعملوا في اتصالات بأحبابنا غادي في جربة في تطوين في قابس، كلهم فهمت الله فرحوا حتى هم بالخط هذا، بما أن هي أول رحلة إن شاء الله فهمت الله موفقة بإذن الله. الرحلات الجاية فهمت الله الناس كل باش تجي فيه بإذن الله، سهل مادية ولا تعب راس جدير هكذا فهمت الله، ساعة ساعة نجوم غادي نقعدوا باليوم طايشين في راس جدير. رحلة كانت ممتازة ياسر فهمتني، حتى ولو الوقت أكثر من 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 البر، هني على البحر فهمت الله مرتاح الإنسان أكثر فهمتني، في نفسيته في في كل شيء فهمتني. والحمد لله يا ربي ان شاء الله ربي يوفقكم، وان شاء الله الحمد لله رحله موفقه، وان شاء الله الرحلات الجايه تتعبى الباخره اكثر، وباذن الله نجوب سياراتنا ونجوب الحمد لله بالحاجات اللي تتبع الرحله ان شاء الله. ما شاء الله الرحله كانت جيده جدا ما شاء الله، رحله ارتحنا فيها وباهيه على الاخر، ومكنتنا أن نتواصل ما بين الأشقاء الليبية والتوانسة، وسهلت علينا برشا السفرة، وفعلا كانت خير من البر على الأقل، بأقل تعطيل معنا خاصة في الوقت وكل. واليوم نشارك في أول رحلة معنا بين ميناء جرجيس وميناء طرابلس، وبصراحة هي رحلة ممتازة، وكانت رحلة معناها رحلة معناها احنا هذه اللي ننتظر فيه معناها عندنا سنين معناها ما بين ميناء جرجيس وتفعيلة معناها في نقل المسافرين ونقل البضائع، وهنا نحبوا فيه معناها اكتيفيتي، نحبوا معناها ميناء يكون نشيط في جهتنا وكما يكون في طرابلس، وعندنا برشا معناها خدمات ما بيننا وبين الشعبين الشقيقين معناها ليبيا وتونس، ونتمنى معناها الخط هذا يكون عنده معناها تبعات، ويكون معناها يقع تعميم الإشهار به، وأنا متأكد كونه معناها الخط هذا راه خط معناها عنده مستقبل ما بين دولة ليبيا ودولة تونسية، وإن شاء الله مزيد من الرحلات معناها والازدهار، وان شاء الله نربطوه بعدة خطوط دولية، ومازال عندنا حتى ان شاء الله نتمنى معناها نزيدوا نربطوه بجنوة ولا بأوروبا، خاطر عندنا برشا مهاجرين احنا من جهة الجنوب الشرقي في جرجيس معناها الأكثرية معناها يكون عنده مردودية كبيرة يصل الخط هذا.